بلبنان ما فيك تجوز بقى بنات تحت 18 سنة، لا اقتصادياً منحموا، لا أخلاقياً، لا إنسانياً. عم بيتخلصوا من البنت ترجع تجي بمشاكل أكتر وأكبر، ترجع لعند عائلتها. فلا، نتمنى أنه يكون هالمرة يتحمل البرلمان مسؤوليته، بدأ قانون لعدم تزويج القاصرين والقاصرات. نحن مع حماية الأطفال من التزويج المبكر أبداً. بدنا مجلس النواب أنه يصدر القانون بلا أي استثناء، ممنوع الاستثناءات.